آخر خبر معانا يعني هو خبر غريب حقيقة. كيتون الذي يشفط الزجاجات برأسه. نعم. تفاصيل الخبر: يتمتع كيتون المعروف باسم كان هيد بقدرة غير عادية على تثبيت الزجاجات والأشياء على جلد رأسه، حيث اقترح المختصون أن هذه الموهبة تعود إلى درجة حرارة جسمه الأعلى من المتوسط، مما يؤدي إلى عمل مسام الجلد مثل أكواب الشفط. كما قام كيتون بسكب الماء من زجاجة ملتصقة برأسه، وذلك خلال مقابلة أجريت معه في شيكاغو، وأتاحت له أو له هذه الميزة الدخول إلى موسوعة جينيس العالمية. وقال كيتون البالغ من العمر 47 عاماً: أخبرني طبيبي أن مسام الجلد تعمل كأكواب الشفط، لذا تلتقط الأشياء بجلدي وتلتصق الأشياء بجلدي، وخاصة مع ارتفاع حرارة جسدي أكثر من المعتاد، مما يجعل الشفط أقوى. وعبر الأطباء عن خشيته من هذا المرض النادر، حيث قالوا أن كيتون هو الشخص الوحيد في الولايات المتحدة الذي يتمتع جلده بالقدرة على الشفط.